يدق أرجو ويقعد. يا شباب حطينا كراسي جوا تعال. ما في سيبك من الناس أنت. بعد إتمام مراسم الصلح بين آل العسيوي بحضور وجهاء من النقب ومدينتي اللد والرملة، نلتقي بقيادي من مدينة اللد عضو بلدية اللد السيد محمد أبو شريقي أبو ماهر. سيد أبو ماهر، هل لك أن تطلعنا أو تطلع الجماهير العربية على آخر المستجدات في مدينتي اللد؟ اولا اليوم احنا طبعا في اصلاح ذات البين بين عائله العسيوي وعائله ابو حمد، الحمد لله بفضل القياديين لجنه الصلح تم اصلاح ذات البين، واحنا موجودين الان في بيت العسيوي، وقامت هذه لجنه الاصلاح برئاسه الاخوان صالح ابو موسى ابو باسل ونائل راجحه والسيد ابو يحيى ابو صالوح، بارك الله فيهم. اول شيء بخصوص ما يجري في مدينة اللد، هنالك هجمة شرسة من رئيس البلدية وزمرته المتطرفة تجاه المواطنين العرب، وهذا رئيس البلدية يلاحق الوسط العربي يوميا ولا يسلم منه لا الإنسان ولا الشجر ولا الحجر. نوجه نداءنا لأهالينا في مدينة اللد بأخذ عين الاعتبار بأن هذا رئيس البلدية يريد زرع فتنة بين المواطنين العرب واليهود الذين عاشوا على مدار 70 سنة في هذه المدينة. ما هي الرسالة التي توجهها للوسط العربي عامة والجماهير العربية اللدوية خاصة؟ نحن على موعد باقتراب الانتخابات، ونحن نوجه رسالة لأهالينا في مدينة اللد خاصة بأن يلتفوا حول القيادة وأن يقوموا بإدخال 6 أعضاء بلدية على الأقل، لأن هنالك خطر يداهم الوسط العربي في مدينة اللد من هذه السياسة المتطرفة التي يقودها رئيس البلدية وزمرته، ونحن نريد أن نصد كل هجمة شرسة تجاه المواطنين العرب، وبإمكاننا عمل ذلك، وإن شاء الله أهالينا يلتفوا حول هذه القيادة وإدخال 6 أعضاء بلدية، لأننا نريد أن نغير هذا النهج السياسي العنصري تجاه المواطنين العرب، وبمقدورنا أن نحصل على هذا العدد من أعضاء البلدية، ونحن نريد أن نحدد سياسة هذه العنصرية تجاه المواطن العربي، وإن شاء الله سيكون هذا قريب جدا. بارك الله فيك أبو ماهر، ونحييك ونحيي جميع الإخوان المتواجدين وبالذات لجنة الصلح وعلى رأسها أبو باسل والسيد أبو يحيى أبو صالوح، نحييكم جميعا، أهلا وسهلا بالجميع. وبهذا نلتقي بالأخ أبو يحيى أبو صالوح رجل الإصلاح الأول في منطقة المركز، نوجه له سؤال، كيف ترى ما تم اليوم أبو يحيى في هذه الصلحة بين آل العسيوي وآل أبو حمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وبعد. بعون الله تم اليوم الصلح بين عائلة أبو العسيوي وعائلة أبو زايد وعائلة أبو الجمل في مدينة اللد بمساعي مشكورة من أهل الخير وأهل الصلح، ونتمنى على عربنا في عرب 48 وعرب الداخل كلهم وكل عربنا أن يلتجئوا إلى الصلح، أن يعودوا إلى الصلح، لأن المنطقة اليوم في أمس الحاجة، شبابنا في أمس الحاجة إلى اتباع الصلح لكي نكتفي العنف، وكفى للعنف، نقول كفى للعنف، إن هذا الشيء العنف هو من مصلحة غيرنا، ويجب أن لا نتبع العنف لأي لا يكون لغيرنا الهدف في تفكيك وحدتنا في الداخل. نرجو من الجميع أن يلتجئ إلى طريق الخير وطريق الصلح والصواب. نشكر الجميع ونشكر كل من ساهم في هذا الصلح، ونتمنى على الشباب أن يعودوا إلى طريق الخير، أن يكتفوا من العنف، لأن العنف يولد العنف، وكفانا قتل، وكفانا يتم أطفال، وكفانا تهجير من سبب العنف، ولا يوجد هناك إنسان مستفيد من هذا العنف إلا العدو، وهو معروف لنا، ونتمنى أن نضيع الفرصة عليه ولا نعطي فرصة لأن يتمكن منا من أنفسنا. بارك الله فيك
أبو يحيى على هذه الجهود القيمة، وبارك الله في جميع من حضر هذه الجاهة، والسلام عليكم.